علي صوتك. انا عبد الحفيظ طايل، مؤسس ومدير المركز المصري للحق في التعليم، وواحد من مؤسسي نقابه المعلمين المستقله، ومن الناس اللي شاركت في تاسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقله، بعد كل تضامن وكل الطرق مع عمال النقل العام ضد الهجمه الغريبه او مش الغريبه في الحقيقه، ضد الهجمه دي على حقوقهم وعلى حقوق المصريين بشكل عام، خصوصا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والحق في المطالبه حتى بالحقوق. الدوله في مصر في الفتره الاخيره بتشتغل بمنطق اسكات كل صوت يحاول يطلب حقه، او كل صوت حتى يحاول يدافع عن الناس اللي تطلب حقها، والهجمه دي مش هتودي في سكه ثانيه غير انفجار مجتمعي ضخم جدا جدا، محدش يعرف مداه هيبقى ايه ولا هيحصل امتى. في الحقيقه الزملاء في هيئه النقل العام طول تاريخهم، من طول عقود كل حكومه بتيجي عينها عليهم، الناس متهمه بانهم اخوان رغم انهم كانوا بيلاحقوا ايام الاخوان، وكانوا بيتعرضوا لمشكلات ايام الاخوان. الاتهامات اللي من النوع المألوف ومن النوع المحفوظ اللي بيتوجه للعمال النقل العام ولكل المدافعين عن حقوق العمال في مصر وعن حقوق الانسان في مصر بشكل عام، هي مقالها في الحقيقه مزبله التاريخ. مقالها الاساسي انه بعد سنه سنتين ثلاثه، حتى لو الامر طلع عن كده، المصريين هياخدوا حقوقهم وبلدنا هتبقى افضل، وبفضل تجارب زي تجارب مناضله زي تجارب هيئه النقل العام، اتصور انه المستقبل بتاعنا هيكون احسن من كده كتير جدا جدا. شكرا.